السلام عليكم، كيف حالك يا إنزاتي؟ وعليكم السلام، الحمد لله أنا بخير. لنا مدة لم نلتقي، أزورك بشهور. أنا مشغولة بمقابلة شخصية للعمل كمهندسة. ماذا تفعلان هنا؟ نحتاج إلى ألفك للفسر في الإجازة. أين ستقضيان الإجازة؟ سنسافر إلى لندن في الإجازة الجميعا. أوه، ذهبت إلى لندن مع أصدقائي. في رؤيتك إلى كم نحتاج أن نكون لمدة أسبوع؟ تحتاجان إلى 5,000 ريال للتسوق هناك. هل تستعملان المرشد السياحي؟ لا، ستستعمل قريبا في مدينة لندن. اذهبا إلى وسط لندن، تجد الأشياء الكثيرة. حسناً، سنغطي جولة سياحية وسنذهب إلى هناك. ندفع وسيلة الزوجة في مكتب البريد؟ يمكننا إرسالها في الشباب. لو سمحتي، هل تملكي دفع كم؟ عندي 100 ريال هنا، ولكن علي أن أدفع ثمانية ريال إلى الشباب. ما عندي فكرة، ولكن تفضل، هذه 10 ريال. شكرا جدا يا صديقتي. أنكما نجحتما في المقابلة الشخصية. الحمد لله، بإذن الله. يا سلام، مبروك، أنا مسرورة من أجلكما. أين ستعملون؟ سأعمل في شركة تيليكوم ماليزيا، أريد مهندسة. سأعمل في شركة الأبس كمحاسبة. يا إزتي، حصلت على وظيفة ثابتة؟ نعم، سأبدأ العمل في الشهر القادم. الحمد لله، ماذا تفعلين الآن يا إسماء؟ ما زلت أعمل بدوام جزئي في الإسلام. لقد حضرت مقابلة أساسية لوظيفة ثابتة. الله يسهل في كل شيء. أين أنتنا؟ نحن زرنا أكيلا وزهرة في المستشفى. إن الله، لماذا هما في المستشفى؟ ماذا حدث؟ أكيلا بخير، لا تشعر بتقائي ولا صداق يتحسن على مها بعد مقبلة طبيب. كيف حال زهرة؟ حرارتها متكئة وهي محكومة. شفها الله. في هذا الوقت نحتاج إلى شرب الكثير من الماء بسبب الموسم الحار الآن. أمل أن تطاع في قريبا بعد تناول الدواء من الطبيب. وصل الحفلة التي تنتظر. أتمنى لك ريتا أمينة. شكرا، أتمنى أن تستمعنا بالأعمال كنا وبالتوفيق والنجاح. مع السلامة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.